أعمال نحتية على الخشب ورسومات وأعمال يدوية ومحاضرات ثقافية وتنموية، بالإضافة إلى معرض للكشافة، كانت العنوان الأبرز للفعالية التي أقامها مركز أمازون للتنمية البشرية بالتعاون مع الفوج 12 للكشافة البحرية باللاذقية. تحكي لنا اليوم عن المعرض. هلا المعرض، اول شيء المعرض مثل ما شايفين هو لا ينتهي الدعم حين نبدا الاعمال، هذا هو شعارنا بالمعرض. بيضم كثير من الانواع التشكيليه والفنيه والحرفيه، بالاضافه انه لانواع من الادوات اليدويه هي الكروشيه اللي هي مختصه بالاعمال النسويه اكثر. في عنا انواع من الاكسسوارات وفي عنا فسيفساء خشبي. هلا الفكره من المعرض انه نحن كتنميه بشريه بنهتم فقط كمعاهد او كمراكز بالبلد، طبعا احنا بشراكه مع المشروع الوطني التشجيعي ومع الفوج ال 12 البحري. الرساله هي تنميه المجتمع وابراز المواهب. في كثير ملاحظين انه في مواهب دفينه بهالنوع من المعارض، نحن بنحاول انه نخرج هذه المواهب الدفينه وحاول نطورها. وطبعا الموضوع ما له علاقه بعمر معين، يعني من عمر صغير من 7 سنين لأعمار متقدمة جدا. أكيد كل هاي الفعاليات عم تعبر عن حالة الانتماء، حالة الأصالة، إحياء الفن، إحياء التراث ضمن معروضات فنية عم تجسد الحركة الثقافية اللي بتحلى فيها السوريين من أواصر التاريخ وحتى اليوم. هلا بالنسبة للحركة الكشفية بشكل عام، نحن اعتدنا أن نكون في كل مكان ينطلب منا، بمشاركة جمعيات أهلية، بمشاركة الناس، لأن بالقانون الكشاف مساعدة الناس في كل حين. فنحن موجودين في كل مكان، والشراكة مع أي جمعية تهدف إلى إنشاء جيل أو لمساعدة مواطن فنحن موجودين فيها. المشاركون في المعرض أكدوا مواصلة نشاطاتهم وأعمالهم الإبداعية ووقوفهم جنبا إلى جنب مع أبطال الجيش العربي السوري في تصديه للإرهاب وإعادة إعمار سوريا. تحكي لنا اليوم عن مشاركتك بالمعرض. أهلا وسهلا فيكم. مشاركتي بالمعرض مثل عادتي من أيام زمان، بشتغل لوحات الفسيفساء الخشب وأعمال الخراطة، يعني في 3 اتجاهات، منها طب البديل، أدوات الطب البديل، دلاكات وتوابع، منها أدوات زينة من المعترف عليها، ومنها أدوات عمل مطبخية، إضافة لبعض المشتقات بتجي من الفكر، كون نحن دائما مشهورين بالعمل كسوريين. هلا بدك تلاحظي إن ما في سوري بالبلد إلا عنده إبداعات، إله جماليات، إله فكر، إله استنارة. حصلنا الشرف بالمشاركة بهالمعرض. في تنوع مثل ما انك شايفه، في تنوع بالاعمال، شيء كثير حلو. فانا موضوع لوحاتي هو حرق الخشب، وركزت على الموضوع التاريخي والاثري، يعني حاولت اجعل من الخشب اليابسه لوحه فنيه. انا مشارك باعمال يدويه نحت وتشكيل بيئات مختلفه مع زرع صباريات. اغلب منحوتاتي بتحكي عن القلاع التاريخيه الاثريه، عن البيوت الريفيه القديمه، عن يعني كلها بتحكي عن التراث. مشاركة ب 11 اعمال جداري واعمال ثلاثية الابعاد، خشب وخزعه. نحن عم نثبت الفنانين وعم نحاول بشكل مكثف من خلال المعارض اثبات انه سوريا هي ام الحضارة. سوريا هي اللي نشرت اول ابجدية، نشرت السلام، نشرت المحبة، نشرت الفن. حبيت شارك بالكروشيه، هي هوايتي والاعمال اللي انا تدربت عليها بمنزلي وكانت موجودة يعني وحطيت فيها من روحي، هلا عم فرجيها للناس. تنمية الشباب السوري وصقل مواهبهم وتطوير قدراتهم هو الهدف والمبتغى.